يا هلا ابو الحارث، يا مرحبا. يا مرحبا. يا سلام يا سلام. طبعا اليوم تاريخ 2/4/2019، هذا الكمبنسكي، هذاك الفور سيزن. احنا في مطعم سرايا الجزيره، وذاك سيراميس او سيراميس، هذاك الريتز كارلتون. احنا على الطرف الاخر من النيل. جو جميل ما شاء الله. هذا ابو الحارث، هذا ابو معاذ. الجو ما شاء الله رائع. المميز اليوم ان ابو الحارث قال ابي اكل مصري، ما ابي اي شيء ثاني. لا 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 لا، شنو ملوخيه؟ شنو ملوخيه؟ ارانب. بعد شنو؟ بالطشه. بالطشه. وبعد شنو؟ بالشهه. لا الثاني هذا المنبر. شنو منبار؟ لا منبار هذا. اه المنبار. صدق يعني واحد يجي مصر ما يشوف. ها آه؟ كيف تركيا قبل؟ اه وحركات ثانيه ما شاء الله. السلام. تمام.